كان اتفاق في بداية السنة أنه قطاع السكن يقوم بإنجاز، يعني الانتهاء من إنجاز ب 179 وحدة، يعني ان ايكيب مون سكولير من كل مختلف لي زيكيبمون، من مدارس ولا ثانويات ولا لي كولاج. المجهود راح فيه تأخر في بعض الولايات، راح نقوم بالمجهود يعني اللازم في هذ الشهرين اللي مازال على الدخول المدرسي لنتحصل على 179، وفيه برنامج إضافي تاع 60 وحدة، يعني ايكيب موسكولير تجهيز مدرسي اللي راح يكون إضافة لل 179 باش نصل إلى 239 تجهيز مدرسي.